قد طرحت أفكار كثيرة من الجانب الياباني لتطوير التعاون بين مصر واليابان في الفترة القادمة، قد تم دعوة سيادة الرئيس لحضور مؤتمرين قادمين في اليابان في شهر 6 وشهر 8، وننتظر موافقة سيادته لحضور هذه المؤتمرات من المؤتمر التكيدة في النصف الثاني في أغسطس إن شاء الله. واليوم أدعو الشعب الياباني وحكومته ورجال أعمالي إلى التحرك الفعال للاستفادة من التنمية الاقتصادية الشاملة التي نعيشها الآن في مصر. ومصر تتحرك نحو طفرة اقتصادية مبنية على التكنولوجيا الحديثة، ونحن في مجلس الأعمال المصري الياباني على أتم الاستعداد لتسهيل أي عوائق أو أي معلومات لتبادل المعلومات عن هذه المشروعات المستهدفة إن شاء الله.